قبل ما نخرجوا مع الاخبار تفضل. لا من دقيقة واحدة، أنا نحب الموضوع متاع سيليانا يقع التركيز عليه، ولكن يقع التركيز عليه في شيء آخر مهم، وهو أنه هذه جهة كما جهات تونس الداخلية ثم إحساس بالغبن، ثم إحساس بالحجرة، هم سموها احنا في خلال اتصالنا معناها بالناس، يحسوا الناس يحسوا بالحجرة، يحسوا أنه معناها الحاكم ما يتلفت لهمش. والحاجة الثانية هو أنه الحاكم هذا الموجود واللي كان والي السابق الموجود في الآن يرفض حتى الحوار. وزيد أحمد يعرف اللي لما تدخل حسين العباسي لمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل باش ثم لقاء بين الاتحاد الجهوي للشغل والوالي الجهوي للحوار للحديث. وانا نعرف اللي وقت بن علي، انا مش نقارن، لكن انا باش نوريك انه ثم ذكاء سياسي في وقت ما، انه كان الكاتب العام للاتحاد الجهوي حسين العباسي، وانا كنت رئيس فرع الرابطه في القروان، وانه الوالي هو اللي جابه على الاتحاد للشغل باش يقع حوار ويقع نقاش ويقع تهديئه الجو. يعني هالمكابره هذه ساهمت راهي بشكل كبير في أن خلق جو من التوتر اللي ما ساعدش